يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره تانية ل10 الصبح في الاهلي، واستكمالا بقى لسلسله النجاحات المصريه فيما يتعلق باستضافه واقامه فعاليات بطولات عالميه على ارض مصر. عايزين نقول لحضراتكم ان مصر هتستضيف كمان بطوله العالم للناشئين لدراجات المضمار، وحصلت بالفعل على موافقه من 46 دوله هيشاركوا كلهم في هذه البطوله المقرر اقامتها في مصر ان شاء الله في الفتره من 31 اغسطس وحتى 5 من سبتمبر من العام الحالي في مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهره، اكيد تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. عايزين نتكلم بقى عن تفاصيل كثيره جدا متعلقه بهذا الامر مع الدكتور وجيه عزام، وهو رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات، وايضا هو نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنه المنظمه للبطوله. صباح الفل على حضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بيك يا دكتور، صباح الفل، وبطولة عظيمة جدا، ومبسوطين كده دايما بنكون لما نسمع ان في بطولة بتقام في مصر، لان دي بتلعب ادوار كتيرة جدا، يعني بتبقى ليها مدلول على اهتمام الدولة بالرياضة، على الامكانيات اللي عند هذه الدولة، على كمان السياحة الرياضية اللي احنا دايما بنأكد اهميتها، فهي يعني زي ما بتقول كده شيء من كل الجوانب اعتقد بيضيف جدا للدولة اللي بتقيم اي بطولة عندها. ده شق. الشق التاني عايز اتكلم حضرتك فيه برضو وتحكي لنا تفاصيل اكتر عن البطولة فيما يختص، بتتكلم عن 46 دولة تحت رعاية سيادة الرئيس، فما هيش حاجة عادية وخلاص، لا ده في تنظيم وقدامنا كمان يعني يومين على هذه البطولة. اتفضل يا فندم. أنا بشكركم طبعا على اهتمامكم طبعا كبير، يعني قناة الأهلي برياضة الدراجات، وده برضو شيء دعم لهذه الرياضة. ده دورنا زي ما أنت قلتي وبرضو كريم قال، إن احنا استضافة البطولات العالمية ده شيء بقى أصبح من الركائز الأساسية لمصر، وأصبح شيء يعني كان الأول شيء غريب بقى شيء عادي. لكن بالنسبة للدراجات بيعتبر جديد. جديد ليه؟ لكذا سبب. أول مرة في تاريخ مصر تنظم مصر بطولة عالم للدراجات، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أول مرة ننظم بطولة عالم في المضمار، لأن يعني المضمار ده أحدث مضمار عالمي موجود في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية، فده بيعتبر حدث بالنسبة لنا كبير. المضمار نفسه إن شاء الله يعني ضروري تشرفونا تتفرجوا عليه، لانه هو ده اللي انت قلت عليه البنيه التحتيه او الانجاز الكبير اللي تم بدفعه كبيره جدا فعلا من السيد الرئيس، ودي حقيقه. وبعدين برضو كل سواء الحكومه كلها او السيد الوزير اشرف صبحي مع الاتحاد المصري للدراجات مع الاستاد مع الشركات الوطنيه، منظومه كبيره جدا جدا بتاع يعني عملت فعلا عشان تنجز انشاء هذا المضمار. وانا بعتبر ان انشاء المضمار ووجود المضمار العالمي ده في مصر لا يقل اهميه عن تنظيم البطوله، ده فيما يخص المنشاه نفسها. فيما يخص البطوله احنا يعني تاريخها جميل، كان من اكتر من سنه ونص ان كان في تنافس بين مصر وبين المانيا وبعض الدول، لكن ادت مصر ان شاء الله يعني بفضل الله تحصل على حق تنظيم البطوله من المانيا، والاتحاد الدولي كله وافق، كان بغالبيه جميله يعني كانت كويسه. أيوة. كان حاجه نصر يعني يفرح يعني لمصر كلها. امبارح وصلنا ل 47 دوله، يعني اصبح العدد دلوقتي 47 دوله. ده لسه كل شويه في جديد يعني عدد 47 الفينال. 47 تمام. الجميل في الموضوع ان 47 دوله من كل قارات الخمسه، يعني مش مثلا من مكان واحد، لا كلهم. افريقيا فيها 14 دولة، اسيا فيها حوالي 5 دول، اوروبا فيها انا فوجئت باوروبا اللي كانت ممتنعة شوية عشان موضوع كوفيد وكده. كوفيد اكتر من 17 دولة من اوروبا، امريكا الولايات المتحدة موجودة، امريكا الجنوبية فيها، الصين موجودة، هونج كونج، مجموعة من الدول. بطولة عالم ده عالم. لكن اللي هو الجميل بقى كمان يا كريم بيه، أني أقوى دول في رياضة الدراجات في المضمار جت. أقوى دول. الدنمارك، ألمانيا، سويسرا، كل دول قوية جدا حضرت معنا. بالمناسبة برضو عايز أسأل حضرتك، هل جاهزية المضمار هي اللي أغرت بتنظيم بطولة العالم فيه؟ اللي خلاني اسال حضرتك السؤال ده ليه؟ لان احنا يعني في غالبيه الاحيان لما بنتابع اي سباقات للدراجات وخصوصا لما تكون مقامه في اوروبا بتلاقيها في الشوارع، طبعا الشوارع متنظمه ومؤمنه ومجهزه وفي سياج بيمنع المتابعين والى اخره. ليه ما فكرناش ان احنا نعملها كده عندنا في مصر؟ اقول لسعادتك، اولا هو انت عارف لعبتنا في الدراجات زي العاب القوى.
برانشز يعني فروع ايفنتات مختلفه. اوكي. يعني زي ما انت عندك في العاب القوى مثلا في جري 100 متر 400 متر في الحواجز في يعني كل لعبه من دول لها ميداليه ولها يعني ايه جوائز خاصه وقوانين. كذلك عندنا حوالي 11 لعبه منها اللي انت قلت عليه اللي هو الجميل اللي انت مغرم بيه اللي هو بتاع سباق دي اسمها سباقات الطريق اللي زي التور دي فرانس وزي جيرو دي ايطاليا وزي الفولتا في اسبانيا وبنشوف مناظر طبيعيه خلابه في الدول ده جميل ده موجود عندنا. بس انا هقول لحضرتك على حاجه احنا لازم عشان نكمل نطور اللعبه وننشر اللعبه ونكبر اللعبه ويبقى مور سيفتي في امان المضمار ميزته انه امان اكتر وانه هو في 18 ميداليه يعني احنا نهتم بالجيل الصاعد الجديد. انت عايز بطولات العالم فيها 18 ميداليه الاولمبياد فيها اكتر من 12 ميداليه في كل انت حجم الميداليات اللي انت بتحقق فيها بطولات اكتر زائد زي ما قلت انا السيفتي مهم جدا. انت مثلا لما جيب في الطريق عندنا في مصر كان في مصر في الطريق لسه ما زالت الامور صعبه مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها. ما اجيب الاولاد الناشئين او اولادك او اولاده نخليهم يمشوا في الطريق مش هتبقى انت مش هتبقى مرتاح بتخاف من الحوادث بتخاف من حاجات كتير جدا. ولذلك برضو من القناه بتاعتك الجميله ان احنا ننادي بان كل المدن الجديده اللي موجوده في مصر لازم يتعمل تراكس للطريق عشان تدي فرصه للدراجات. يا ريت يعني زي بره بقى كده ما بيبقى في لين معين للدراجات ده يبقى يا ريت. انا هقول لحضرتك كنا في البرازيل لما كنا في ريو كانوا عاملين انا ما شفتهاش حتى في اي دوله من دول العالم كانوا عاملين حاجه غريبه جدا كان على الكورنيش بتاع المحيط الكورنيش عاملين تراك 28 كيلو عاملينه لوحده فوق الناس يعني حوالي مترين ثلاثة مترين ونص تقريبا وعاملينه حتى بالخشب والناس كل بتوع العجل ماشيين عليه بيجروا عليه بيتدربوا عليه 28 كيلو فيعني الافكار كثيره لكن احنا عايزين دفعه برضو ان شاء الله من وزاره الاسكان والمدن الجديده اللي بيخططوا ان لازم يبقى ده جوه التفكير لان هي مش مساله رياضه فقط دي مساله رياضه ومساله يعني بيئه ومساله صحه ومساله المرور كل يعني كل بتشارك في متداخله دول في اوروبا قائمه بالكامل في تنقلات سكانها على الدراجات الهوائيه يعني في مدينه في ايطاليا اسمها ابانو تيرمي مقفوله ما فيش عربيه تخشها فيها عادل ما فيش كله در... المدينه عندنا بالكامل عندنا يا فندم عقبال عندنا لا انت المدينة. سافر احسن ليه بتظبط الدنيا ما هي العادي اصل ده يعني او بقى لو بقت بالكهرباء بقى ساعتها يعني المدينة زي تسلا مدينه الاسماء بان في ايطاليا طيب لو اتكلمنا دلوقتي والناس بقى بتتابع وعايز تعرف مصر وضعها ايه يعني احنا دلوقتي داخلين يعني بطوله عالميه على ارضنا ودول كبيره وزي سويسرا وغيره يعني اعتقد برضو هم عاملين رانكينجز هايله في هذه الرياضه فاطمن الناس دلوقتي مثلا على مصر مصر توقعاتنا المفروض تبقى ايه استعداداتنا ايه اصلا فطمنا يا دكتور وجيه اطمنك بس انا احب دايما المنطقيه في كويس قوي والتحليل ماشي احنا موافقين احنا اولا المضمار ده لسه مستلمينه ولسه هنستلمه بكره يعني احنا لسه بنقول ايه لكن كل اللعيبه اللي موجودين في بنتكلم على المضمار كل اللعيبه المصريين الموجودين ان شاء الله مجهزين كويس جدا انا كنت بعتهم انا بعمل لهم يعني بطولات افريقيه جوه وبره بعمل لهم معسكرات افريقيه يعني كان عندي اولاد مسفرهم في جنوب افريقيا في معسكر افريقي في التراك في افريقيا ده لمده قد ايه تم التجهيز ده قعدوا حوالي شهر ونص وبعدين مجموعه اخرى راحت سويسرا في الـ في الـ في السنتر العالمي للاتحاد الدولي خد بالك وبعدين احنا برضو يعني بالتعاون مع الاستاد مع وزاره الشباب قدرنا ناخد حيز او وقت من المضمار بتاعنا عملت برضو معسكر هنا بقاله دلوقتي 40 يوم شغال بناخد في الوقت الضيق اللي هم بيصلحوش فيه او بيشطبوا فيه المضمار 14 دوله افريقيه بتتدرب بقالها حوالي اكتر من شهر بتتدرب هنا في مصر انت عارف طبعا مصر مهتمه جدا والرئيس مهتم بان احنا يعني ندي دفعه للدول الافريقيه انا كرئيس اتحاد افريقيا عملنا المعسكر 40 يوم في اربع مدربين دوليين جايين من سويسرا ومن فرنسا بيدربوا بما فيهم المنتخب المصري بيتدرب معاهم هتقول لي انت ايه ولادنا حلوين شكلهم حلو ان شاء الله مش هيكونوا حاجه يعني تسيء لنا عندنا اولاد واعدين صاعدين
جدا ان شاء الله. نتمنى لهم ان هم يعني يحققوا لنا حاجه ويبسطونا ويبسطوا الناس. لكن احنا لسه في مرحله اعداد، انت بتنشئ رياضه، لازم تفهم انك بتنشئ رياضه مش رياضه موجوده وانت بتبني عليها. طب بس دي نقطه انا عايزه اتكلم مع حضرتك فيها. انا لسه بنشئ هذه الرياضه وبستضيفها كبطوله على ارضي، برضو خليني افهمها. لا، ما انا هقول لحضرتك الحاجه، انت عارفه في حاجتين. الحاجه الاولى، انت كمصر وكقوة في المنطقة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لك دورك في أن أنت تبقي في حيز الحيز العالمي والتنظيم ده، برضو أنت في تنظيم بتستفيدي منه كتير جدا. يعني تعالي لو حضرتك لو تيجي تشوف المنظومة اللي احنا عملها. أنا أسفة، أنا أقصد هل إحنا اللي طالبنا بإقامة هذه البطولة عندنا؟ يعني إزاي الاختيار أنا اللي تم؟ أنا اللي طالبها. وهو ده ربما يكون باب فتح أصلا، بداية لأن أنا أنشر هذه اللعبة. هي الفكرة ليها ممكن تويست في الموضوع، يبقى بالعكس يعني أنا اللي طالبها. اتعملت بذكاء كل مصر واستجاب للرئيس الاتحاد الدولي للفكرة، لأن الفكرة أصلا كانت إنها إيه يا جماعة، أنتوا في الاتحاد الدولي بقى لكم 100 سنة ما بتعملوش بطولات عالم في أفريقيا، وانا رئيس اتحاد افريقيا، طب اعملوها في افريقيا. صحيح. طب نعملها فين؟ ناخد ايه؟ الطريق مقفول محجوز، يعني بطولات العالم الطريق محجوز لغايه حوالي 25. خدت انا بطوله العالم للمضمار لافريقيا في مصر اللي هي ديت، وخدت بطوله العالم للطريق اللي انت حابه ده في افريقيا برضو بيتنافس عليها دلوقتي، هياخد القرار ان شاء الله الشهر ده، هناخده في مجلس الاتحاد الدولي. طب هي دي كلها بين المغرب ورواندا. اوكي، واخد بالك؟ انا مركز جدا على المضمار، جدا على المضمار، لانه فعلا ان شاء الله هكون مستقبل الدراجه المصريه فيه. اخيرا يا فندم، برضو قبل ما نختم مع حضرتك، يعني بحكم منصب حضرتك كنائب لرئيس يعني لرئيس الاتحاد الدولي، احنا فين دوليا في هذه الرياضه؟ حضرتك بتقول ان احنا يعني لسه بصدد الانشاء، لكن عندنا اغلب ان ما كانش كل المقومات اللي تنجح هذه الرياضه في مصر. ناقصنا ايه؟ هقول لحضرتك الحاجه، كان ناقصنا المنشأة مثلا، ادي اول حاجة اللي هتبدأ انما فيها ان شاء الله. نتكلم بقى في السنوات القادمة ان شاء الله هتلاقي جيل جميل. لكن تعالى نرجع، على الرغم من المنشأة لسه ما كانتش موجودة، لكن تعالى شوف ترتيبنا ايه، تصنيفنا ايه في الناشئين. لان انا بتكلم، انا بنشئ، فيبقى انا بهتم جدا بجيل الناشئين. احنا عندنا لاعب ان شاء الله اتفرج عليه، مدعيكم تحضروا معانا ان شاء الله البطولة، تشرفونا. عندنا اللاعب عبد الله عفيفي، يعني تصنيفه التصنيف العالمي، عارف تصنيف الرانكينج بتاع الاتحاد الدولي الاول، العالم بتاع مصر الاول، ترتيب مصر عشان عبد الله يعني الاول على العالم، على العالم في الناشئين في نفس الوقت اللي احنا لسه بنبني. احنا عندنا 18 لعبه حلوه قوي، فهو احد الالعاب اسمها الاقصاء، خد بالك الايفنت دوت هو فيه الاول. عندنا حبيبه فرانكينج برضو، دي بنت برضو في الرانكينج بتاع دول العالم الاول، مش في المضمار ده، مش في المضمار ده، المضمار نتكلم على المضمار. اوكي، ده بقاله قد ايه بيتدرب؟ بقاله هو يعني بقاله حوالي 3 سنين 4 سنين مش اكتر من كده. يعني رياضه ناشئه في مصر وعندنا فيها ابطال عالم. رانكينج رانكينج هو ده تصنيف؟ تصنيف، لانه التصنيف بياتي نتيجه لايه؟ كولكشن اوف بوينتس، اللي هو تجميع النقاط. تجميع النقاط، فلما جمعنا النقاط بتاعهم لعبوا في البطوله دي، خدوا 50 نقطة لعب برضه فاتت زي الفل، يعني حاجة حلوة قبل أن نبدأ، حلوة جاية. فأنا بقول لك يعني اطمئن إن أنت عندك جيل كبير. يمكن اتكلمت مع الدكتور أشرف صبحي في الحتة دي، إن دول الأولاد اللي إحنا عايزين إن شاء الله نأهلهم ل 2024 إن شاء الله. نتمنى إن هم يكونوا يعني يا رب حاجة مشرفة لمصر. سعدنا بوجود حضرتك معانا وشرفتنا يا فندم. شكرا لك. موفقين ان شاء الله. شكرا لك. بالتوفيق دكتور وجيه ان شاء الله. وخلينا كده نروح فاصل دلوقتي سريعا جدا، وهنرجع واخر فقره في حلقه النهارده من 10 الصبح.